الطالبة مريم الوالية صف ثاني ثامن. أخذنا في الحصة الماضية الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل. أخذ مثال على الجملة الاسمية: سالم يشرب الماء، الاسم سالم والفعل يشرب. نحولها على الجملة الفعلية: يشرب سالم الماء، الفعل يشرب والاسم سالم. مع السلامة. أهلا أصدقائي، اليوم سنتعلم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر، مثال السماء صافية. أما الجملة الفعلية، تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل، مثال يغرد العصفور. والآن يمكننا أن نحول الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية. مثال العصفور يغرد العصفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب عمر الفارس العربي، سأقوم بشرح الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نبدأ بالاسم. أعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومزيد. ليلى 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 أتعلم أنا أتعلم بسرتنا الحلوة كلها، الثقافة ترفعها، هذا العلم بينفعها وبالعلم الأمجاد نعيش. بسرتنا الحلوة كلها، الثقافة ترفعها، هذا العلم بينفعها وبالعلم الأمجاد نعيش. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد. والآن سنحولها إلى إنه كلامي صح ومفيد. ليلى 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 ليلى. أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. والجملة الفعلية تبدأ بفعل، مثال يعالج الطبيبة المرضى. أنا أتعلم نحولها إلى اسمية، نفتح للمستقبل إلى اسم الوطن التجديد. كذلك